السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو إحدى الدروس في بلندر 2.8. سوف نشرح كيفية عمل هذا الانترو. سوف يكون من 5 ثواني والانترو سيكون بهذا الشكل. إذن هذا هو الانترو المطلوب عمله أو مطلوب شرحه في هذا الدرس. دعنا نبدأ من البداية من ملف جديد. File new general, and after that I will select all, and then we will add. بعد ذلك سوف نضيف تكست. هذا التكست وليكن I will هكتب وليكن هذا الاسم. ثم بعد ذلك من قائمة تكست سنختار سنتر. ثم نختار سنتر مرة أخرى. كاركتر سبيسنج 1.1. سنذهب إلى الفونت, نختار فونت وليكن هذا الفونت. ثم بعد ذلك روتيت في الاكس 90 degrees. هنضيف جيومتري الدبس او التخانة في جيومتري 10 سنتي, والبيفل 1 سنتي, والريزوليوشن وليكن 5. كلام سليم. ثم بعد ذلك دوبليكيت, وهن انسخ هذا في ريفرنس كوليكشن. ثم بعد ذلك هنسيف الملف في Arabic وليكن Arabic انترو. اولا هنستخدم ال هن هنختار اللوجو, ثم بعد ذلك كليك يمين convert to mesh. ثم نذهب الى الايدج سبليت, او ممكن نذهب مباشره الى ريمش. ثم سموث شيدنج, و هنا وليكن 7. نذهب بعد ذلك الى السمبل ديفورم. الانجل بما اننا هيكون 6 ثواني او 5 ثواني, ف نختار 150 فريم. 30 في 6 ب 150, اعتقد 150. اذا هيبقى 5 ثواني. هنبدا ب ماينس 360. هننتهي ايضا ب ماينس 360. ثم في ال 7 5 هيبقى 360, وانتر. نشوف اللي ده كده الحركة الحالية. في لاج الفريم في السكند 4 فريم, لأن هذه القيمة لو قللنا هذه القيمة فممكن نحصل على نتيجة أفضل. في النهاية إن شاء الله نبقى نخلي هذه القيمة 9. ثم نذهب إلى الماتيريال. الماتيريال هتكون جلاس, هنسميها وليكن لوجو. ثم الكالر هيبقى كومبليتلي وايت, والرفنس 0.18, الترانسميشن 100 عشان تكون زجاج. ثم بعد ذلك هنضيف كاميرا كنترول الت 0. بالنسبة لإعدادات الكاميرا نتأكد إن لوك كاميرا تو فيو. نتأكد من الكاميرا ان الدبس 100 او الفوكال لينس. ثم بعد ذلك نفترض حاليا هنضيف لايت. فاذا هنختار وليكن
هنا هيكون في اريا لايت. هنستخدم سايكلز جي بي يو 200، في البرفورمانس هيكون فيكسد لان بنستخدم جي بي يو، لو بنستخدم سي بي يو فهيكون اوتو ديتكت. ايا كان هنضيف اريا لايت سكيل، سكيل في الاكس بحيث يكون المربع بهذا الشكل او الاريا لايت تكون بهذا الشكل. هنذهب مباشره الى الاريا لايت الباور 500 ثم دوبليكيت الاريا لايت روتيت 180 درجه دوبليكيت ثم روتيت 90 جي في الاكس ثم جي مباشره. هنضيف الكالرز، هنا الكالر هيكون وليكن ريد، فممكن نستخدم كالر سكيم. هنذهب الى اي موقع اونلاين كالر سكيم ليكون مثل هذا الموقع. start the generator وهنختار عدة color schemes بحيث يكون مثلا هنثبت هذا الكالر وهذا الكالر بلاي، هنثبت ولكن اختار هذا الكالر برنت او اكسبلور او اكسبورت بي دي اف سيف ايمج. إذن أول color هيكون هكذا، تاني color هيكون هكذا. ممكن استخدم أي color scheme. اللون الثالث ثم اللون الرابع او الكالر الرابع هيكون الكالر الشبيه بالاورنج ثم بيست. بعد ذلك اللايت اللي على اليمين ولا على اليسار هيكون الباور وليكن 1000 وهنا 800 وليكن. ثم بعد ذلك هنذهب الى السين، كده انتهينا من السيت اب للسين. بعض الاعدادات للرندر فهنفعل الدينويزنج داتا. تمام، نذهب مباشرة إلى الفيو ثم نختار هذا التكست وفي الرمش لاين وليكن. نشوف كده تيست رندر. تمام، لأننا استخدمنا سايكل كلام سليم، يبقى إذن فيو بورت هيكون وليكن كومبليتلي بلاك بهذا الشكل. خلينا نزود السترينس لان مش ظاهر التأثير اللايت، فخلينا نشوف السترينس مرة اخرى. كلام سليم جدا.
تمام، ثم نذهب مباشرة إلى الريندر ونشوف في تيست ريندر على هذا الأساس. إذن الريندر انتهى، فنذهب مباشرة بعد ذلك إلى كومبوزيتنج تاب، هنضيف أو أد نيو، هنستخدم يوز نود عشان نستخدم النود. فببساطة شديدة فعلنا الدينويزنج داتا، فظهر لنا هذه الدينويزنج داتا زي الدبس والألبيدو والنورمال. فهنضيف دينويزنج نود، الدينويزنج نود هنبحث شيفت A سيرج دي نويز، ثم بعد ذلك هنوصل أول ثلاثة أو ثلاثة هنا، يبقى الإيمج بالإيمج، النورمال بالنورمال، الألبيدو بالألبيدو. ثم بعد ذلك هنضيف فيور نود بحيث نشوف النتيجة في الريال تايم. هنوصل الإيمج بالإيمج، هنوصل الإيمج بالإيمج، ثم هنضيف أو سيرش للجلير. هنستخدم جلير وليكن فوجلو أو ستريكس، الاثنين يؤدوا نفس النتيجة. عشان نستخدم نتيجة في الريندر فلازم نوصل الايمج بالكومبوزيت بحيث النتيجة أو الدينويزنج يظهر في الكومبوزيت أو في الريندر. بعد ذلك السايز ممكن يكون 7، بعد ثواني المفترض تظهر النتيجة بعد ما يكون في لودينج. إذن هذه النتيجة النهائية مع استخدام الستريكس، مع الاستخدام الفاج لو بتكون الجلير اقل. ف دي كده النتيجه بعد مع الاستخدام الاستريكس. مفترض ثانيه بيتحمل، فالجلو ميديوم، ممكن يكون هاي وليكن. على هذا الأساس هنبدأ مباشرة في الـ Output ونضيف وليكن image تكون JPEG 100، ونستخدم الفولدر وليكن في الـ Documents. ثم بعد ذلك ريندر انيميشن من ها هنا. كده نكون انتهينا من هذا الدرس، و